للمزيد حول هذه الاجتماعات تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، ما هي أهم المواضيع التي تم بحثها في هذا المؤتمر للحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي؟ نعم يوسف، انطلق قبل دقائق الحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي هنا في العاصمة واشنطن وبالذات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. أبرز المواضيع التي تم التطرق إليها هي أمن المنطقة. الوزيران فيصل بن فرحان السعودي وأيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شددا على أهمية وقف الممارسات الإيرانية في المنطقة ودعمها أيضا لأدرعها في المنطقة. نتحدث بشكل خاص، وكما ذكر الوزيران، الحوثيين في اليمن، التهديدات التي يمثلها الحوثيون على المملكة العربية السعودية وأيضا على المنطقة. أيضا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تحدث وقال بأن البرنامج الصاروخي والنووي لإيران ما زال يشكل تهديدا للمنطقة. تحدث عن تعزيز العلاقات في شتى المجالات، سواء مجال مكافحة الإرهاب وأيضا المجال الاقتصادي. أيضا وزير الخارجية فيصل بن فرحان قال بأن المملكة ستواصل جهودها في مكافحة فيروس كورونا باعتبارها رئيسة مجموعة قمة العشرين. هناك العديد من المواضيع التي لربما سيكشف عنها أيضا وزير الخارجية مايك بومبيو بعد قليل بالتفصيل في مؤتمر صحفي سيفصل في أهمية هذا الحوار الاستراتيجي والمجالات التي ستتعاون فيها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. أيضا بما أننا تطرقنا المواضيع التي ذكرها الوزيران، هناك أيضا ملف حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وزير الخارجية مايك بومبيو دعا المملكة العربية السعودية لإقناع فلسطين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن الأجواء بالمنطقة مهيئة بعد توقيع اتفاقيات السلام، وهناك لربما تشجيع ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة بأن الأجواء مواتية لعودة الفلسطينيين لطاولة المفاوضات. لكن مزيد مما سيسفر عنه هذا الحوار الاستراتيجي سيوضحه وزير الخارجية مايك بومبيو بعد قليل في مؤتمر صحفي يوسف جديد. شكرا جزيلا لمراسلتنا من واشنطن أمينة سريري.